السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير. معنا الاديس اللي راح نديروا فيها تحدي ماشيه 236,051 كيلو. تابعونا خاوتنا دوك تفهموا التحدي كيفاش راح يكون. خاوتنا اشحونا على الماتريكيل نتاع خونا عبدو ولا هيونداي جرون ايديس. خاوتنا العزاز هذه راه يقول لك عندي كونسوماسيون تاع الزيت واحد لتر ونص. طلع لي لاجور هاي لكم خاوتنا الزيت وين راهي. هاك زدت لها هنايا، مازال ما زدتلهاش، تسمى هذايا الفيدونج الاولاني. الفيدونج تاعها مازال ما زدتلوش. لا زدت لها كلها، زدت ريت لها ونص. تسمى بيدو تاع خمسه سربيتو. راك ماشي بها قلت لي هذه الزيت. ويمير. خونا عبدو راح نديرو معاك التحدي باش يعرفوا الناس شنو هو التحدي. التحدي هو خاوتنا كيما راكم تشوفوا لهنا راح ينفيستي عليها الانسان كيما يقول لك واحد الامور تاع لونتريتيان هذه، ماشي انفيست عليها باطل. يعني هذه كي يديرهم الانسان في الطوموبيل تاعو مليح عليه. عندنا لي فيسو د بوجي مع لي بوجي، عندنا زوج بوتاي تاع نيتواياج كاتاليزور او ميم طون لي زانجيكتور، وعندنا لهنايا برودوي رانساج. خاوتنا الاعزاز الناس اللي كانت تدير في الديس والكنز معناتها تدير في المينيرال ولا سومي سانتيتيك، حنا راح نديرو له الزيت في السي 3 كيما راكم تشوفوا فيها 100% سانتيتيك. 100% سانتيتيك خاوتنا فيسكوزيتي تاعها 5 دبليو في 40، ما ديرلكش كالامين كيما ديرهم لك 15 دبليو في 40 في المينيرال. خاوتنا زيت المينيرال واش دير لك؟ دير لك الكالامين، تقتل لك التيراج، او ميم طون واش دير لك ثاني كونسوماسيون تاع ليسونس. هذو الامور كاع عندك خويا عبدو، هذو كاع عندك صح. حنا واش درنا؟ جبنا لي بوجي فيسو د بوجي، جبنا هذا باش نيطوايو به الكاتاليزور والبابيون سيركوي دادميسيون. هنايا عندنا الرانساج لازم نديرو لها الرانساج. خاوتنا الرانساج علاش نديرو رانساج؟ ونقول لكم ديرو رانساج. شوف لهنا الكالامين في البيستو كيف راه صارلو، شوفوا لهنا البيستو كيف راهو خولار تاعو. هذا خاوتنا الكالامين منين يجي؟ يجي من الزيت المينيرال، يعني الزيت ثقيله. الناس اللي يدير في كاس دبليو في 40، انا ما قلتلكش كاس دبليو في 40 راح تكولي لك الموتور ولا الموتور ما يعيشلكش. واش هو الموتور نتاعك ما يشدلكش كيما يشدلك الزيت 5 دبليو في 40؟ ولي تمشي 200,000 ويبدا في الكونسوماسيون، تمشي 60,000 70,000 تبدا في الكونسوماسيون. بصح كي دير زيت كيما هذايا حتى غدوه كي تعود راح تريفيزي الموتور، بيستون تاعك كي تنحي تنحي جديد. هذا هو الفرق ما بين 5 دبليو في 40 و 15 دبليو في 40، والفرق ما بين انسان يمشي بال 15 دبليو في 40 و 5 دبليو في 40 راه هضرناه شحال من فيديو. انسان يمشي ب 5 دبليو في 40 ما راح يعاود والو، تقدر تعاود له سيغمونطاسيون، هذا زعما اذا عاودت له. اما هذايا اللي يمشي بال 15 دبليو في 40 راح يعاود شوميس بيستون، راح يعاود لي سيغمون، راح يعاود لي كونسيني، بومبا تاع الزيت، الفير بلوكا تاعو يروح يريكتي فيها صاديك ولا ماهيش طايحه، راح ينفيستي، يقدر يقول لك حط لها موتور خير. اما اللي يمشي ب 5 دبليو في 40، لونتريتي تاعو تجي سهله. هذا هو الفرق ما بين لا 5 ولا 15. الناس اللي تحب تفهم يقول لك انا نمشي بلا 15 دبليو في 40، نمشيها 200,000 ومن بعد نروح نحط لها موتور، هذيك تولي ليك انت، انت بخير عليك وعندك الله يسهل عليك. اما كي تنفيستي في زيت مليحه، زيت مليحه خير. المهم خاوتنا الحاجه الاولى اللي راح نديروها مع خونا عبدو في التحدي تاعنا، راح نبدلو له لوكيدرو فور واديزمون، راح نبدلو له فيلتراير. فيلتراير يلعب رول كبير في كونسوماسيون دويل باش يكون في علمك. ولي فيلتر اللي راهم يدورو تاع الشناوه هذوك هما اللي راهم يهلكو في الطوموبيلات. الناس هي ما تعرفهاش هذه، انسان كي يكون يتنفس ومغموم في النفس نتاعو باين بلا حفيق روحو، الموتور ثاني يفيق روحو من الفيلتر كي يكون مغموم. راح نديرو له نيتواياج بابيون. دوكا نعطيو لكم كيفاش نديروه، قلنا لكم بدلوا لوكيدرو فرواديسمون، راح نهبطوا له في الفيسكوزيتي تاع الزيت بعد ما نديروا له الرانساج. عندنا لي بوجي لازم نبدلوهم له خاوتنا، قال لك البوجيه تاعو اصلا ناقصين مع لي فيسون، تسمى جات على بعضها نديروا لونتريتي اللي لازمه ونماركيو شحال راهي ماشيه ويمشي بها 10,000 حتى ل 12,000 ويجي لعندنا ونشوفوا. دوكا انت راك تجورجي في الطوموبيل تاعك، كونسوماسيون تعرف شحال تقعد لك باش تلقاها نقصت لك الزيت. هذه هي خاوتنا التحدي تاعنا راح يكون كيما هكذا، ننفيستيو معاه في الطوموبيل تاعو ونديرو تحدي، وان شاء الله يا خاوتنا تنفعنا وتنفعو وتنفع الناس وكل هذه. دوكا لونتريتي لازم تديرها. فيلتراير خاوتنا هذايا يقدر يدخلك في كونسوماسيون تاع الزيت، شوف كيف راه صاري له. كاينه حاجه واحده اخرى خاوتنا تلاقي هذايا، هاودي هذا لادميسيون كاع يجبد لك الزيت اللي راهي فيه لو كان يكون مبلوك. هذا هو الكريدي تاع الطوموبيل، وهذا العدو تاع الطوموبيلات ازياتيك ولا اي طوموبيل في الكاش كيديك تاعها كاين كلابي لازم يبدل. اما فيريفيه كاين يعرف يفيريفي كاين ما يعرفش يفيريفي.
اول ايطاب نديروها خاوتنا الاعزاء هي الرنساج هذايا ولا برودوي رنساج، نفرغوه في الموتور ونخلوه يدور 10 دقائق قبل ما نفرغوا الزيت نتاعنا. هكذا خاوتنا هذا الاستعمال تاعو، تفرغه قبل ما تفرغ الزيت نتاعك 10 دقائق وطفي الموتور تفرغ الزيت. دوك نفرغوا الزيت خاوتنا نديروا فيدونج ونروحوا الايطاب الثانيه. دوزيام ايطاب خاوتنا راح نفرغوا لوكيدرو فرواديسمو. لوكيدرو فرواديسمو خاوتنا عنده عامل كبير باش يبرد المحرك وزيت المحرك. خوتنا العزاز ليطاب التالية عندنا لي كيمولي، هذا برودوي دانجيكسيون كيما راكم تشوفوا فيه نيتوايون بور سيستيم دانجيكسيون. هذا خوتنا العزاز كاين اللي تحب ديرو في الريزرفوار، وحنايا كيما هذا البرودوي نقوم به سيستيم دادميسيون. دوكا نعطيكم كيفاش نديرو، عندنا دو بوتي فرقهم لهنا خوتنا تبعونا، دوكا نعطيكم كيفاش نقيوه. خوتنا العزاز اللي هنا كيفاش نديرو البرودوي هذا كيفاش نخدمو به، نخلو الموتور يطلع السخانة تاعو في النص وتقلع الفونتيلاتور كيما نبدأ الاستعمال تاعو. الاستعمال تاعو راح هنا عبدو ياكسيليري 3000 تور بار مينيت، وحنايا ننجيكتيو البرودوي تاعنا عبدو اكسيليري 3000. كيما راك تشوفو خاوتنا ننجيكتيو خوتنا الاعزاز، ما تكثروش منه باسكو يولي من بعد الكليكاش تاع الموتور، علاش يتعمر البرودوي في البيستا كيما راكم تسمعوا فيه هنا وبدا يكليك. هاو لكم الكليكات، وكنكملوا ان شاء الله ونعاودوا نرجعوا. خوتنا الاعزاز رانا مع خونا عبدو، خرجنا واحد المورسو تاع لوطورود فيه شويه طلعه راهي يسيي فيها. واش عبدو ثلاث مرات ريال؟ ما شاء الله كنتم كتريان زيت اي سانكيان. دور هنا تشوف السي عبدو. عبدو واش تحكي لخاوتك، واش تبدل في الطوموبيل واش ما تبدلش؟ تبدلت في المشيه، وتبدلت الرنه تاع الموتور، تبدلت الرنه تاع الموتور. ما قلنا لهم دوك انا نحكوا لا تولي نسيو معكم الرنه تاع الموتور. الموتور كان قاي في بالي جبدها مليح، خرج لك قلبها بالك زليقه سيريو. والله غير سيريو، انا والله غير سيريو. انا نقول لك ما كانش تمشي تيراج، كانت كاع نافسه تيراج. انا دايرين تحدي كونسوماسيون دوي، يعني شفت واش انفيستينا فيها، واش الناس تستفاد والناس تتهنى من كونسوماسيون دوي. الصح كاع اللي درناها اليوم على جال كونسوماسيون دوي كيما شفتوا معانا من الاول للاخر. دوك انا طلعوا لا تولي الدوره تاع الموتور كيما كان يحكي لك، كان يتشفتشف كان يديراتي ولا الموتور ستابل تقربي حالك تاع لي بوسوار ولا الموتور ما تسمعوش. دوك انا طلعوا لا تولي خاوتنا وتسمعوا معنا وتشوفوا بعينيكم كاين ديفيرونس كي دير حاجه جديده للطوموبيل تتبدل. سبحان الله كي بنادم يكون مريض يشرب دواه يرتاح، هكذا الطوموبيل خاوتي العزاز. واش تنفيستي في طوموبيلتك راهو ليك انت، الخساره غدوه تولي ليك خسارتين خويا العزيز، نتايا ماشي انايا. ميكانيسيا تلحق لعندو يخدم لك يبدل لك ما يحبش يفهم. خوتنا الاعزاز كيما راكم تشوفوا في الدوره تاع الموتور هاي ليكم، يعني الله غالب في الاول ما درناش الدوره تاعو بصح دوكا خونا عبدو يعطينا كيفاش كان يدور الموتور. شوفوا لهنايا راهي دار سالم ما شاء الله. عبدو خويا العزيز الله يبارك الدوره تاع الموتور كيف راهي بدلت الرنه تاعو، وهذه كانت قاد فيبري، هذا كاع كان يفيبري خوتي الاعزاز. ان شاء الله التحدي تاعنا ما يروح لناش باطل، وان شاء الله تكون عندنا نتيجه. دوك يديروا فروا ديسمو هاوليكم، لقينا له القرعه، عاودنا له الكلاسيو الجديد، الزيت فلتر تاع الزيت، فلترايات لي بوجي، درنا له لي برودوي كيما كنتوا تشوفوا معنا من الاول للاخر. ما شاء الله انا باذن الله تعالى عندي يعني هكذا يا امل في ربي سبحانه ما راحش يخيبني بالموتور هذا ما يزيدش يكونسومي له الزيت كيما كان يكونسومي.
راهو المره الجايه كيجي رانا نعاودو نرجعو لكم وشحونا غير على الماتريكيل تاع خونا عبدو. قال لك انا ماشي مشكل ديال الماتريكيل، راهو الماتريكيل تاع خويا عبدو وهاو الموتور تاع خونا عبدو كفراهيدو. ربي يصلح الامور ان شاء الله. السلام عليكم.